بسم الله الرحمن الرحيم. من أشهر المشاكل اللي بتواجه الناس اللي هي كيف تحول صورة إلى نص. يعني عندك صورة من ورقة أو صورة من شهادة أو شيء، نحولها لنص، نستفيد منها بالنص. يعني مثلا لو عندنا هذه الصورة، هذا عبارة عن صورة شهادة، بدي أحولها إلى نص، كيف أستفيد من هذا النص؟ عندي 3 طرق سهلة جدا. أول شيء بتروح على جوجل درايف، طبعا كل واحد عنده جوجل درايف، اللي ما عنده جوجل درايف ممكن ينشئ جوجل درايف. اكتب على جوجل جوجل درايف، جوجل درايف طبعا ايش هو؟ عبارة عن ما ذاكرة تخزين مجانية، ممكن تنشئها بحساب جوجل أو أي حساب آخر. بترفع الصورة اللي أنت عندك، بترفعها في جوجل درايف، تعملها رمي في جوجل درايف، ارميها رمي. أسفل هون ممكن ترميها، راح نقول أبلودينج، لأن الصورة صارت موجودة وين؟ هون اسمها ووركشوب. بعمل رايت كليك عليها او open with جوجل دوكس. هي هذه الخاصية مش مخصصة للتحويل لكنها شغالة بشكل ممتاز. كانك تجبر جوجل انه يفتح لك الصورة هذه كنص. لاحظ الان اعطاني النص هذا واعطاني تحتيه النص اللي استقرأه من هذه الصورة. طبعا هذا النص ما بنتسخ، هي صورة كانت. الآن بقدر أستفيد أنسخ هذا النص كله كامل وأستفيد منه بشيء ثاني، أعمله كبي وأروح أنسخه على الوورد أو كذا وأعدل عليه. التصميم نفسه ما بعطيك إياه كتصميم كصورة، إذا كان في صورة لا، إحنا بنشتغل على النص، نستفيد من النص، كيف نحول الصورة إلى نص. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية بتروح على موقع اسمه i2.ocr. نروح هذا الموقع، هذا الموقع مجاني بس بطلب منك تحدد اللغة قبل ما، يعني شو اللغة المستخدمة قبل ما انت تشتغل. فاذا كان عندك تلاحظ ان اللغة المستخدمة عربي، عربي اختار عربيك، اختار من ملف عندك من الجهاز ولا من رابط، نقول له ملف من الجهاز، لأنه اختار أصلا في الجهاز عندي، حط الصورة في المكان. ايها open هاي الصورة، تختار analyze the robot، ثم تقول له extract text، اصدر لي نص من هذه الصورة. طبعا نسبة النص الصحيح في النتيجة في كل البرامج هذه ممكن يكون توصل 95%، ممكن 100%، مش ضروري تكون 100% دائما، ممكن تكون أقل. يعني هي هذا النص طلع لي منه أشياء حلو كثير، لكن في أخطاء بسيطة، هون في أخطاء إنه إنجليزي كان في عندك. إذا كان مخلط بين إنجليزي وعربي استعمل طريقة ثانية، تنسخ هذا أو تعمل داونلود، تعمله كوبي أو داونلود دوكس، بنزل لك الملف مباشرة عندك على الجهاز. طيب الطريقة الثالثة، كل الطرق هذه تعتبر سهلة. روح على موقع تابع للجوجل اسمه جوجل كيب، جوجل هاي جوجل كيب. كنت عامل انا ملاحظة قبل، جربت على شهادة ثانية كيف ممكن اعمل. بعمل بختار هنا نيو نوت وذ ايمج، بختار الصورة اللي عندي بدي أحولها لنص، بضغط عليها. بعد ما تنزل الصورة بتروح تختار من هون من القائمة اللي هنا Grab Image to Text، هذه بتصدر لك التكست الموجود من الصورة هذا اللي هنا. نفس الشيء عملنا في المكان هذا، كنا عندنا صورة كمان عملنا نفس الخيار Grab Image Text، بيطلع لك النص، ممكن تنسخ النص هذا تستفيد منه في شيء معين.
هذه ثلاث طرق، أسهل ثلاث طرق يعني، ومميزات جدا، وممكن تكون نسبة الصحة فيها 100% من نص أنك تستفيد منه. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية.